اذا احنا قلنا اي بيريودك ويف فورم بشرط انها تكون بيريودك، اذا مش بيريودك ما بقدر اعمل هيك، بدي اعمل اطبق شيء ثاني. اذا كان هي بيريودك والها فريكوانسي اوميجا تبعت السيجنال الاصليه لازم يكون لها فريكوانسي اوميجا او اف، واحنا عارفين اف اوميجا بتساوي 2 باي اف، بقدر اقسمها او كاني بعملها كاني بقسمها او بحط اقسام لها من هذول الاقسام الموجوده هون حتى احسبهم. اي زيرو ايش هو؟ ممكن نسميه الدي سي كومبوننت. اي زيرو للسيجنال، خلينا نفترض انه السيجنال هي اف اوميجا تي، هاي السيجنال اللي احنا بنحللها لها فريكونسي اوميجا، ايش وحده اوميجا؟ رادينز بير سكند. اذا اي زيرو لهي السيجنال بيساوي 1 على 2 باي، 0 ل 2 باي اف اوميجا تي دي اوميجا. طبعا هاي السيجنال شو عمالنا بنعمل احنا بالسيجنال؟ كانه ايش عم نعملها؟ عم نكاملها من 0 ل 2 باي، بعدين ايش بنعمل؟ كاني عم باخذ مساحه، كاني عم بطلع الافرج تبعها، هذا هو الافرج، الافرج على 2 باي، يعني باخذ السيجنال بكاملها، بعدين بقسمها على 2 باي، كاملتها من 0 ل 2 باي وقسمتها على 2 باي، كاني عمالي بطلع انا فعليا الافرج تبع هاي السيجنال. إذا هاي الأفرج قيمها فوق الزيرو مساوي لقيمها تحت الزيرو رح يطلع الأفرج معي؟ زيرو. إذا كان هاي يعني الجزء اللي فوق الزيرو مساوي للجزء اللي تحت الزيرو رح يطلع مع زيرو، هذا اللي هو الأفرج، وهذا أي زيرو وينه؟ هي هون. خلصنا من هذا، هذا بلوش فريكونس رح يطلع معي رقم 5 أو 3 أو 1، مش ساينسويد، ما في ساينسويد الكومبوننت هذا، بس ببين لي إنه هي مرفوعة فوق الزيرو ولا مرفوعة تحت الزيرو ولا جاي على الزيرو الأفرج تبعها. هلا بالنسبة لـ A1 يا كامل كمان من 0 ل 2 باي، بس الاختلاف على ايش قسمت هون؟ على باي، وباخذ اف اوميجا تي بضربها الان اي 1 بضربها بساين، يعني كاني عمالي بسال قديش الاف اوميجا تي بتشبه الساين اوميجا تي دي اوميجا تي. راح اضرب السيجنال في ساين اوميجا تي، اصله هذه قديش هون؟ واحد. فهون قديش اللي مضروب في اوميجا تي؟ واحد. وكاملتها من 0 ل 2 باي بعدين قسمت على باي. بي 1 يساوي 1 على باي من 0 ل 2 باي، بس بي ايش بتمثل؟ كوساين. اذا هون بدي اشوف قديش بتشبه مين؟ كوساين. كوساين، اذا بحط اف اوميجا تي كوساين اوميجا تي دي اوميجا. وديش الفريكونسي هون؟ واحد في اوميجا يعني، وهاي هون. طيب الان بدي اعمل نفس الشيء بالنسبه ل A2، كاني بسال هون قديش السيجنال بتشبه مين؟ ساين 2 اوميجا تي. يعني هذا بامكانك تفكر فيه بطريقه بسيطه جدا، يعني بكلمات، لما بنعمل نضرب السيجنال في الكوساين وبنكاملها من 0 ل 2 باي بنخسر باي، كانه عمالنا بنسال قديش شده شبه السيجنال هاي بالسيجنال هاي، قديش بتنسك السيجنال زول بيشبهوا بعض. اذا A2 راح تساوي 1 على باي من 0 ل 2 باي اف اوميجا تي، انا هون ايش راح احط ساين؟ 2 اوميجا تي دي اوميجا تي. وبالنسبه ل B2 راح تكون نفس الشيء، 1 على باي 0 ل 2 باي اف اوميجا تي كوساين 2 اوميجا تي دي اوميجا تي. وراح اكمل بالنسبه للثلاثه نفس الشيء، A3 راح تساوي 1 على باي 0 ل 2 باي اف اوميجا تي ساين 3 اوميجا تي دي اوميجا تي، وهكذا نكمل. ما بتكتمل هاي مضبوط الا نروح لانفينيتي، بس احنا في الواقع نتوقف مثلا عند اول 10 تيرمز اول 9 تيرمز وهكذا، ماشي واضح؟ اذا هاي اللي هون الحسابات، هلا بنشوف رح نطلعهم نحسبهم بالتفصيل، بنشوف كل واحد منهم رح يطلع معي هون ايش رح يطلع معي في النهايه؟ رقم رح يطلع 1 او 3 او 5، وين بعوضه بعدين؟ وين بحطه؟ بحطه هون. هلا رح ناخذ مثال عملي على ويفو.